أهم أحداث كريبتو المرتقبة للأسبوع القادم من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركاً بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. أعلنت مختبرات سيرين عن موعد الإطلاق الرسمي لهاتف فيني الذي يعمل على البلوك تشين، وذلك في 28 من شهر نوفمبر الجاري في مكان سري في برشلونة بحضور بعض الوكالات الإعلامية. يذكر أن الهاتف سيكون متوفراً للشراء في منتصف شهر ديسمبر المقبل. سيتم إضافة عملة كاردانو إلى منصة ميتابس بلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر الحالي. ستقوم مؤسسة إيجوس بإطلاق نسخة محفظتها للهواتف المحمولة قبل نهاية الشهر الجاري. في موعد أقصاه نهاية هذا الشهر سيستقل مشروع فانتازما عن شبكة نيو لتصبح له البلوك تشين الخاصة به، وسيبدأ ذلك باختبار الشبكة التجريبية تيست نت. مؤسسة يو نتورك ستقوم بإطلاق شبكتها الرئيسية مين نت مع نهاية الشهر الجاري. سيتم تفعيل الشبكة البرقية Lightning Network على منصة ستيلر في الأول من شهر ديسمبر المقبل. كانت هذه أهم أحداث كريبتو المرتقبة للأسبوع القادم. ابقوا معنا على قناة البيتكوين بالعربي لمزيد من الأخبار ومزيد من الفيديوهات التعليمية المجانية.